فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: شخص أقام الصلاة حتى بلغ حي على الصلاة فتوقف ولم يكمل ورجع إلى الصف، فقال أحد المصلين للإمام: أقم الصلاة من جديد مرة أخرى. يقول: هل يجب عليه أن يبدأ من جديد أو يكمل على الإقامة السابقة؟ لا، يبدأ من جديد، يبدأ من جديد. نعم.